غادي غاية. شكرا اخوتي، تبارك الله عليكم ناس الحدث 24 بعد عامين ومن بعد جالك شي ديال كورونا وكذا، وعلي الحمد لله الحمد لله شويه ماشي بزاف. كنتمنوا من الله تعالى يحيد علينا هذا الوباء، جا عندو الناس ديال الحدث جاو عندنا. تبارك الله عليكم ديما تابعيننا وديما كنبغيكم كاملين، الله يكبر بكم. شنو المشاكل اللي كيوقعوا لكم هنا في مدرسة مكناس؟ خويا بغينا نكونوا اخواتا اللي كنحكر عليها، وديجا هضرنا كنتمنى من الله نكونوا اخواتا، نكونوا خوت. تشوفوا الناس برانيين، الحمد لله حنا مغاربه ولينا حاجه واحده كنحكر عليها، ما كانت تحنوا بيناتنا. الله يسهل عليكم اخوتي، شكرا خويا. بالنسبه لك انت كسيمو كفنان، خدمتي في اكادير مكناس كازا بزاف الحوايج، علاش قلتي راه كنلقى الحمد في مدرسه مكناس؟ البني طاح الماعون ديال الدقيقيه، راه ما تقدرش دير معاهم انت وما استاذ. مرحبا خويا، اش نقول لك؟ انا والله ما نهضر شي هضره، علاش هضرنا ذاك النهار ما يمكنليش نزيد نهضر. واللي سمع هذا العالم هذا ديال هذا اللايف وهذا خصو يترجل، كنهضر على مكانسه، انا ما كنهضرش على شي لعبه اخرى. هي مكانسه، تحنوا شويه، تحنوا بالرجوله، تحنوا شويه بالرجوله، تحنوها لعرض الله. خويا سي محمد، علاش مكناس فيه الحقد؟ فيه الحقد وفيه الحقد بالنسبه للمغنيين اللي كانت كورونا كانت دايره فيهم خير، كانوا جالسين. انا نتحدى شي مغنيين، نتحداهم في كورونا تلقاه باع سندالته باش يتقهوى،
واخا ما كانت قهوه نتحداه انا شخصيا هو تنتحداه دابا الحمد لله عرفني والله تنتحداه ونتحدى 20 من واحد الحمد لله شنو كاينين الناس زوينين وكاينين الناس خايبين حنا حاجه واحده ناكل لك عليها اخويا العزيز اللي كنضرب فيها انا شنو هي بغيت الله تعالى يبعد لنا دوابة نكونوا خوت علاش تكونوا خوت فاش خصنا نكونوا خوت فاش القضية شاكر خصنا نكونوا خوت اخويا خصنا نكونوا خوت مكاسر خصنا نكونوا خوت كيف ما سمعتوا موسى 70 جلد الحظ 24 مباشرة من العاصمة الإسماعيلية بمدينة مكناس كيف ما كتشوفوا الأجواء مكناس فيه الحقد كيف ما كيقول لك على اللسان ديالو ومكناس فيه الحقادة بزاف مكناس اللي كيقول المغنيين المغني فيهم الحقد بزاف كيف ما كتشوفوا موسى 70 جلد الحظ 24 كيقول لك هذا الفنان هذا كيقول لك حنا بغينا نكونوا خوت الحمد لله انزل طبيعي الخوت كمل اخويا الخوت بغيت حاجه اخرى نطلب من الناس اللي شاف هذا الفيديو مكناس يطح بارطاجي هذا هي الناس مكناس نكونوا خوت الرجال نكونوا خوت وتحيه من هذا المربر هذا تحيه لكم كاملين الناس مكناس من طنجه للقويره المغرب كامل شكرا اخويا شكرا باش تبعت هذا الحظ 24 كيف ما سمعتوا هذا الفنان هذا شاب سيمو المغربي كيف ما قال لكم قال لك عندنا الحق هنا في مدينه مكناس بزاف كاع هادشي هذا بزاف ولكن الحمد لله ما كيتحل الباب والى هنا ينتهي هذا البث المباشر من العاصمه الاسماعيليه بمدينه مكناس. شكرا لكم.